أعتقد عبد الرحمن إحنا تكلمنا أنه مستفيدين وغير مستفيدين، وأكو أيضا تجاوزوا بقدر 193,000. نعم. أنا انصدمت يعني من نتكلم أنا وياك، عندهم سيارات، عندهم بيوت. طبعا من خلال المقاطعات وجدنا في قاعدة بياناتنا، طبعا المتقدمين الجدد يعني مو من القدامة، اللي هو توه بلش أخذ أول دفعة، عليكم السلام حج، أو دفعتين وبدينا نقاطع، لقينا 10 من المستفيدين المتقدمين واللي يتقاضون إعانة لديهم سيارات نوع جي كلاس. أنت عندك جي كلاس؟ جي كلاس عندي. أنت عندك؟ أني؟ أني لا، شفتها من راحت سفرة برا شوفوها. شوفوك يا والله بدأ ياخذ إعانة، واتصلنا به بالتليفون. يعني احنا حاولنا شنو نريد نعرف فعلا إلا لو مو إلا. قال لي عدي يعني، وقلنا له احنا مو عارضها للبيع، عارضها للبيع. ليش طول تاكسي فيها واحد ما حد يدري؟ لا طلع عنده سيارة وعنده محل ما له علاقة، ما شاء الله كلها وقفناها. فاحنا عملية التقاطعات احنا مستمرين بها، واحنا في دورنا علينا اكتشاف كل متجاوز. كل شخص متجاوز خلي يسمع كل متجاوز، احنا ما نقصد الفقير، الفقير احنا بخدمته، وهي الإعانة اصلا للفقراء. كل شخص متجاوز خليه يبادر، احسن ما نجي احنا نوقف ونحتسب عليه ديون. بالنتيجه هاي اللي دا ياخذ هالمبالغ راح تنجمع عليه في فتره من الفترات ويجي يدفعها بشكل دفعه واحده. يعني دا تشوفون جنابكم انه اللي عنده بالفعل غيره، يعني اكو ناس تاكل خبز تنقعوها بمي، وناس جي كلاس، ناس سيارات فارهة. زين لمن تنطوها؟ بس أرد أفتهم يعني بالفعل أكثر من العوائل اللي موجودة حالياً دا يقولون عليهم. أنا شفناهم وشفنا كثير من عوائل متعففة أثناء لقاءاتنا وأثناء يعني ما دا يتكلم أستاذ عبد الرحمن. ما أعرف الأنانية اللي داخل البشر، يعني أخذ راتب فلان، راتب فلان، زين شو راح يستفادون من عندها؟ بعد هي شو راح تتكفين 125 او 175؟ شو يضيف له اللي هو اللي يمتلك، شو يضيف له؟ يمتلك الملايين، شو يضيف له؟ صح لو غلط 125، بس هي ممكن تفيد الفقير. تفيده طبعا. وهم يعني يا دوب يا دوب احنا كل ما يغادرنا شخص ما محتاج الإعانة نكتشفه، وهذا يفسح لنا المجال انه نجيب لنا فقير. استاذ عبد الرحمن محتاج لهي الإعانة وغيرها وغيرها. نعم. يعني موجودين. استاذ عبد الرحمن انا اشكرك على هاي الجوله. شكرا جزيلا.